دخل يا عم جاهين. عيل صغير دخل وأنا مش واخد بالي وسرق إيراد المحل كله وجري، ما لمحتوش غير وهو بيهرب. بقى هي الحكاية كده. بقول لك ايه، ابعد ابعد عني، انا يا دوبك المصروف اللي معايا يكفيني. على فكره يا حامد، في الاول كان عندي شك لما الوان الميه اتسرقت من المكتبه، لكن امبارح انا شفت بعيني وانت بتسرق محل عم شاهين. تقدر تنكر اني اسرق؟ لا يمكن، انا عمري ما اعمل كده. لا 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 لا، ما ينفعش ما ينفعش خالص، يعني حرامي وكذاب كمان. حسونة، ما ينفعش اللي انت بتعمله ده. امال ايه اللي ينفع يا بكار؟ يبقى في حرامي وسطينا ونسكت؟ حرامي؟ عرفت ان حامد اللي لسه منقول المدرسة طلع حرامي؟ حرامي؟ ده بيقولوا انه بياخد اجلام وحاجات اصحابه في الفصل. الواد ده من اول يوم جه المدرسة وانا مش مرتاح. بعد اذنك يا استاذ، ما حدش يخرج من باب الفصل، احنا موجودين هنا لحماية التلاميذ عشان في حرامي دخل المدرسة واحنا بالرق. وجعت يا حرامي، تعال هنا يا حضرة العسكري، اني عارف الحرامي فين. مسكوا الحرام اهو. مسكنا وهو بيحاول يسرق أجهزة الكمبيوتر من المعمل. فاكر إنه هيقدر يستخبى وسط التلاميذ وهنفتكره جلقه واحد منهم. لكن على مين؟ قدامي يا حرامي. أني آسف والله يا حامد، أني مش عارف أقول لك إيه. حقك عليا، ما تزعلش. حصل خير يا حسون، وانت كنت هتعرف منين يعني؟ كان لازم يتأكد الأول قبل ما يقول الكلام اللي جاله ده، حاولت أفهمه كده بس مفيش فايدة. بس يعني معلش، في سؤال هيجنني بصراحة. قول يا حسون. انت جبت ألوان المية منين؟ لما قلت لأبوي على تمن علبة الألوان قال لي انه هيبقى صعب نشتريه لأن ظروفنا مش كويسة دلوقتي، وقال إنه هيفكر في حل للموضوع ده، وفعلا فكر لي في حل عمره ما خطر على بالي. خلانا أعمل ألوان مية من الأكل اللي موجود في البيت. ها؟ إزاي؟ تعالوا زوروني في البيت واني أوريكوا الطريقة. يعني يا أولاد بنطلع اللون الأحمر من الكركديه، واللون الأخضر من السبانخ المسلوقة، واللون الأصفر من الكركم، واللون البني من القهوة. أبوك ده عبقري يا حامد. وانت فنان قوي يا حامد. واني جعان جدا.